سرمد، حرفيا يمكن القول إن هناك تطويق فلاحي إن صح التعبير. الجرارات، أكثر من 1200 جرار يطوقون الآن هنا مقر البرلمان الأوروبي، مزارعون من مختلف الدول الأوروبية من 16 بلدا أوروبيا حجوا إلى العاصمة الأوروبية من أجل إبلاغ صوتهم للقادة الأوروبيين المجتمعين غير بعيد عن مقر البرلمان الأوروبي، وبالضبط في المفوضية الأوروبية في قمتهم الاستثنائية المنعقدة الآن، والتي تناقش موضوع الميزانية التي جرى الاتفاق عليها من قبل القادة الأوروبيين، يعني دعم مالي محدد في 50 مليار يورو لأوكرانيا، عبارة عن قروض وأيضا عن هبات على مدى الأربع سنوات القادمة. الأوروبيون المزارعون الأوروبيون يطالبون القادة الأوروبيين بدعمهم ماليا عوض الاتجاه نحو دعم أوكرانيا ودعم مزارعي أوكرانيا، يقولون إن حرية التجارة تضر بهم، يقولون أيضا إن الأوروبيين أو القادة الأوروبيين من خلال السياسات الصديقة للبيئة تضر بهم. مثلا المفوضية الأوروبية اتخذت قرارا وثم تراجعت عنه، ويتعلق بأن تفرض على المزارع الأوروبي أن يتخلى عن استخدام 4% من الحقول الزراعية، وذلك لأغراض بيئية. تراجعت عن هذا القرار، اتجهت المفوضية الأوروبية إلى تجميد هذا القرار في انتظار قرارات أخرى يمكن أن تحجم من هذه الاحتجاجات. الآن سرمد، ما هي تداعيات هذه الاحتجاجات على المشهد السياسي الأوروبي؟ نعلم أنه الصيف القادم ستكون هناك انتخابات للبرلمان الأوروبي، نعلم كذلك أن المزارعين الأوروبيين يشكلون كتلة انتخابية هامة، ونعلم كذلك أن هؤلاء المزارعون والتكتلات المزارعين من اتحادات وأيضا من نقابات يميلون إلى اليمين المتطرف، وبالتالي الأوروبيون والحكومات الأوروبية إذا لم تقم بمعالجة أسباب هذا الاحتجاج سنشهد اجتياح لليمين المتطرف للبرلمان الأوروبي. كذلك المزارعون يطالبون بالنظر إلى مسألة ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى مسألة ارتفاع أسعار الوقود، وأيضا إلى أن يتم اعتماد سياسات صديقة للسياسة الزراعية.